بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن النار السوداء والبيضاء والحمراء. عندما درس العلماء النار وعلاقة لونها بدرجة الحرارة، وجدوا أن النار تكون حمراء إذا رفعنا حرارتها. أيضا إذا رفعنا الحرارة أكثر تتحول إلى نار بيضاء، وإذا رفعنا الحرارة كثيرا حصلنا على نار لونها أسود. وهذه الظاهرة يطلق عليها العلماء أشعاع الجسم الأسود. والعجيب أن النبي أشار إلى هذه الظاهرة، أي تغير لون النار. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف: أوقد على النار 1000 سنة حتى أحمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى أبيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى أسودت، فهي سوداء مظلمة. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي، والله أعلم.